الفرق بقى وانت مدير كوره، الفرق في اداره النادي الاهلي عن اي نادي تاني. عارفه انت ما جربتش، ما كانش ليك تجارب كتيره بره، لكن ايه الفرق؟ مجلس الاداره بيتغير تماما، الاهلي هو هو، اللعيبه بتتبدل تماما، الاهلي هو هو، المجلس كل حاجه بتتغير والاهلي واحد. الثوابت يا بنت، بص الثوابت في الحياه، اي حد عنده مبدا بيتطور مع الحدث والزمن والعصر. بتطوري فكرك، بتطوري لبسك، بتطوري شكلك، بتطوري يعني في حاجات بتتطوري. مش هتلبس حاجه كان الناس بتلبسها في 1800، مش أكيد. ممكن. تمام، لكن اللي عنده مبدا في 1800 هتلاقي هو هو نفس اللي عنده مبدا في 2022. المبدا ما يتغيرش ابدا، الثوابت عند النادي الاهلي ثابته، العقليات بتيجي وبتروح لكن الثوابت ثابته. جمهور النادي الاهلي وخلفيه الخلفيه اللي عند جمهور النادي الاهلي، مهما جه شخص او الثاني او الثالث فهو بيمشي على نفس بيمشي الثوابت، على السيستم. على الثوابت. اه يعني انا كان ليا كلمه زمان يعني اقول دايما ما تلعبش في السيستم، الاشخاص رايحه وجايه مفيش مشكله، الاسماء بتتغير وبتتبدل. يعني محمد مكان علي مكان سيد مكان بالظبط. اي حد اي اسم، لكن السيستم ثابت ما يتغيرش ابدا. اه صحيح ما همشي معاكي بقى عشان نبقى ناس بتتكلم بواقعيه، ان لما يجي شخص عنده قدرات ما تمام وشخصيه ما ممكن ياثر في الانتاج، ياخدك للايجابيه وياخدك للصعود، ويجي واحد يقلل شويه لكن ده يعني يوصلك للمجد اوكي، لكن التاني لا يمكن يوصلك وما للارض بيستمرش، طبعا بتلاقي على طول يعني رجع ومشي تاني على المبادئ طبعا. بتاعت النادي فواحده من الاهلي. اهم الصفات اللي عند النادي الاهلي ثوابته، قيمه، مبادئه، مهما كان يعني في الاخفاق قبل الانتصار، اكيد. يعني بتتعامل مع اللحظات اللي هي ممكن يبقى فيها ازمات وصعوبات. وهي عظمه النادي الاهلي جت منين اصلا؟ يعني عظمه النادي الاهلي جت منين؟ من ازماته مش من انتصاراته صح، بس على فكره. يعني الوقت ده هو اللي الازمات بيبين هو بيتعامل طبعا ازاي مع ازاي اي حاجة. يديرها؟ ازاي تدير ازمه؟